مشاهدين شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجة. كيف نتوما؟ مزيانين بخير بصحه فطوركم؟ حنا تكونوا بخير وعلى خير. اذا حنا حاليا كنتوجدوا بالبولفار، غادي نهبطوا معكم واحد الجوله كيف ما كتشوفوا معنا، يعني شوارع المدينه خاويه. دابا تخيلوا هذا البولفار وخاوي في هذه الساعه، نتوما كتعرفوا دابا حاليا الصلاه ديال المغرب، ديال العشاء عفوا، الناس مشات تصلي الصلاه واحد ديالها. غادي ندخل نوريكم واحد الاطلاله اللي رائعه جدا، خليكم معايا غنوريها لكم. كنا في الحاله اللي سبقنا جينا لها، كنا سبقنا جينا في الصباح، واحد المنظر اللي كان هيك رائع، كيبان على كيطلع على البحر، على الكورن، على المرسى. انا غنوريها لكم، وكذلك على مرقاله كتبان كامله، غادي تشوفوها دابا. كنا سبقنا جينا لها في الصباح، ولكن طبعا يعني المنظر ديال الصباح ماشي هو ديال الليل. بالليل كتكون عاود الصباح كتكون يعني اطلاله في شكل، وفي الليل عاود كتكون اطلاله في شكل، يعني الليل كتكون دابا الديوان ديكشي. هاد البلاصه اسمها التيراسا ديال البولفار. كنا هنايا صراحه كنا معروفه هنايا، كنعيطوا لها اسيمه ديال البولفار، حيت هنا كانت كاينه واحد اسيمه شحال هادي ما بقاتش. فالاغلبيه ديال اللي ساكن في مدينه طنجه كيعيط لاسيمه ديال البولفار، هي التيراسه صراحه الله ما اسمها شي اسيمه، ولكن بقات عليها مسكينه هيداك. يعني واحد البلاصه اللي مزيونه غنوريها لكم، واحد الاطلاله اللي رائعه جدا، يعني بعد ما شفنا الشوارع طبعا، يعني الشارع اطلاله خفيفه على الشارع كيف عامل حاليا. تمشوا معايا، يعني الجو كان باقي الدنيا، باقي الناس ماشيين يصليو التراويح ديالهم، الله يتقبل دنيا خاويه. حتى هاد التراسه باقا خاويه، هي نورمالمون التراسه كتكون عامره بزاف، يعني الا جيتوا لها دابا شويه من مول العشاء غادي تجبروها عامره، وتا الا جيتوا لها في الصباح غادي تجبروها عامره. يعني هاد التراسه من واحد البلايص اللي مزيونه في طنجه، اللي كلشي كيعجبو يجي ويبقى في تصور فيها، يشوف كذلك المناظر اللي فيها. شوفوا معايا، هذا السيبور دنا كما كتشوفوا معنا، يعني واحد منظر لي رائع. يعني صراحة الكاميرا ما عطيهش شي حقه، وانما في الواقع اكثر. شوفوا معايا كتبان يعني مرسى كامله، ديك الجامع اللي في مرقلة راه هو كتشوفوه. نحاول نقربكم شويه هانتوما، شوفوا معايا كيبان دار البارود كذلك. هذا الشيء اللي كتشوفوه من هنا الفوق كامل سبقنا مشينا له وهضرنا لكم عليه، وعملنا لكم واحد الجولات فيها يعني عديده تما صراحه. شوفوا من فوق على منظر شحال مزيون، شوفوا معايا يعني منظر مزيون بزاف صراحه. كما قلت لكم يعني هذا يعني هاد مع التليفون مع التصويره صراحه ما عطيهمش حقه، ولكن صراحه في الواقع اجمل، راح منظر لي مزيون بزاف. شوفوا كيف دوزتوا النهار ديالكم، كيف عامل الجو عندكم، الشوارع المدينه ديالكم كيف عامله، عامره ولا خاويه؟ حنا يعني كما شفتوا باقي خاويه، اصلا حتى من هنا نتوما كنظن كيبان لكم السيارات راهما ماشيين، باقي قلالين. دابا ديك الصراحه ديك الجامع اللي قبلتنا اللي كيبان لكم ديال مرقاله، الجامع اصلا باقي جديد دابا حاليا، عرفتوا ما تجبروش بلاصتكم فيه، الا خصك تمشيو وتصليو فيه خصهم يمشي الواحد يشبر مطعو على بكري قبل من قبل ما ياذن العشاء، سينو راه فاش كياذن العشاء كي صافي كتكون الدنيا بلان، يعني الواحد كيجي يصلي ما كيجبرش فين يوقف. صراحه يعني الجامع كبير بزاف، مزيون بزاف، يعني واحد المعلمه اللي مزيونه بزاف، وكيتوافدوا عليها بزاف ديال الناس، يعني لا نساء ولا رجال كلشي كتعجبو. يعني هذا الجامع هادي تبارك الله، مع دابا رمضان اول رمضان غتبقى فيها صلاه التراويح، معايا اصلا تحلت حتى الكورونا ربما في الصيف اللي داز وقيله، الا ما خانتنيش الذاكره، المهم راه ماشي بزاف باش تحلت، يعني هي
كنت بنات مدة باش وجدت، وإن أنا تحلت شي دابا، تحلت يمكن دابا شي عام باش تحلت، ولكن هذه أول مرة يعني غادي أول عام غادي يعني تسقن فيها صلاة التراويح، والأغلبية ديال السكان اللي ساكنين في مدينة طنجة اللي مشاو وصلوا فيها يعني بقاو كيمشيو وكيعاودوا يمشيو حيت عجبتهم بزاف الصلاة فيها. ومن هنا وكيتسمع الصوت ما شاء الله، كيقولوا باللي فيها واحد يعني واحد الفقيه اللي رائع، واحد المقرئ اللي رائع. ان شاء الله دابا نمشيو لهاد اليومين وندير لكم واحد البث من الداخل ديالها، اولا على الاقل يعني مع لا برا تسمعوا هذا التجويد، تسمعوا الصوت ديال المقرئ ما شاء الله. دابا هنا في التراسة ديال البولفار كيف ما قلت لكم، شوفوا راه كيبان يعني كي راه علاش كتشوفوا معايا تبان البلايا، كيبان البحر. يعني دابا حاليا منظر مزيون، وصباح عاوتاني منظر اخر، تما الصباح منظر مزيون، غير شنو يعني كل صباح منظر ودابا منظر الواحد. و اصوات تبارك الله ما شاء الله، الاصوات ديال الجوامع. دابا انا هنا كنسمع شي جوج كيقراو تبارك الله ما شاء الله، والله الا جوج سبحان الله. توحشنا صراحه هاد الاجواء، نسمعوا هاد الصلاه ديال الصلاه كتقام في الجوامع، التراويح، هاد الاجواء ديال التراويح سبحان الله، والله الا كنتوحشوها. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. صحيح يعني ناس طنجة يعني باقي يعني محافظين الحمد لله، ناس الحياة كيف ما قلتي، والحشمة والكرم الحمد لله. صراحة يعني في طنجة باقي الناس ديالها محافظين، باقي السكان الأصليين محافظين، يعني واخا يعني هم متفتحين وبزاف الأمور، ولكن باقي محافظين، يعني باقي بزاف الحاجات اللي ممكن أننا نشوفهم يعني فاش نهبطوا للمدن أخرى المغربية، ولكن فاش غتطلع للشمال ما غتجبرش داكشي، مستحيل أنك تجبر داكشي. دابا طنجة تبارك الله كبرت، بداو الناس كيجيو لها بزاف تبارك الله بحكم أن معامل الخدمة إلى آخره، القراية، يعني كل واحد ولها اللي كيجي سياحة على شنو. دونك مدينة كبرت تبارك الله ما شاء الله بزاف، ولكن باقي لحد الان يعني كتحافظ على ديك الطابع ديالها. اياه كتبان اي شوفي لا شتي ما عرفتش دابا انا كتبان لي، ولكن مع التليفون والضو اللي كيضرب لكم فيه ما كيبان لكمش بالضبط، ولكن راه كتبان في واحد الاتجاه. ديك الديوان اللي كتشوفوهم راه هما رفيناتي، هي انا بالنسبه لي كتبان لي من موراه، نتوما ما كتبان لكمش، انا كتبان لي الديوان ديالهم هنايا. اذا مشاهدين شوف تي في، فين واحد مربي الخرفان ما عرفتش فين شتاه، ما هنايش شي واحد صراحه مربي خرفان. اذا مشاهدين شوف تي في غنتوقفوا معكم هنا، ان شاء الله نتلقاو بعد قليل في بلايص اخرى ومواضيع اخرى ان شاء الله. اذا مع الصحه، فطوركم.